السلام عليكم، انا انيا من الجزائر. اليوم درت هالفيديو باش نشكر الاستاذ ناصر، مع انه كنت حابه نشكره عندي شحال بصح ما جاتنيش الفرصه. اول حاجه هو انه انا كي جيت هنا لتركيا تاني اسبوع بديت نقرا عنده، وكنت خايفه كنت خايفه ما كنتش نعرف، بصح هو قعد مرايا ويتبع فيا باش نحسن من روحي. ونقطه ثانيه بزاف مهمه هو انه الاستاذ ناصر يخليك حتى انت ما تخافش. انا في الاول كنت نخاف، ما كانش عندي ثقه انه نهدر، بصح معاه وليت نهدر وما نحشمش نهدر قدام الناس بكل ثقه. وثاني نقطه هو ان الاستاذ ناصر هو يقريك ويعطيك دروس، ما يكتفيش فقط بالمنهاج اللي نتوما راكو تقراو معاه، هو يجيب دروس ومواضيع خارجيه باش تهضروا عليهم وتناقشوهم معاه، وهو يعطيك الفرصه تتناقش معاه هو ومع الزملاء تاعك في القسم في مواضيع مختلفه بزاف. وهو كان عنده فضل كبير في انه احنا، انا الكلاس اللي كنت فيها كنا مثل عائله، لانه كل مرة كان مثلا اليوم أنا نحكي مع زميل هذا، غدوة نحكي مع زميل واحد آخر، وهكا تلمينا كامل وولينا في عائلة واحدة. هو أصلا إنسان إيجابي بزاف وإنسان بشوش ويتمتع بالحيوية. نقطة مهمة بزاف هو أنه أنا كي كنت نفيق صباح كنت نفيق نشيطة وكنت حابة نروح نقرأ، مع أنه كنا نقرأ ربع ساعات، بصح كان القسم مشي ممل، كان بالعكس ممتع. واصلا الاستاذ ناصر كان حاسبنا كاملين كيما ولادو، وكنا نتناقش معاه ونهضروا معاه ونحكوا له ويحكي لنا، وما كانتش غير علاقه استاذ وطالب، كانت اكثر من هالشيء. هو حاسبنا كيما ولادو، كيما اب ولادو. ولهذا الشيء انا نقول لكم كامل ربي يوفقكم، ونصحكم بالاستاذ ناصر ما تندموش، وربي يوفق الاستاذ ناصر.